قام وزير الخارجية والتجارة الهنغاري السيد بيتر سبارتو والوفد المرافق بزيارة إلى كل من مطرانية اللاتين وإدارة الكاريتاس الأردنية في عمان، حيث كان باستقباله في المطرانية النائب البطريركي للاتين الأب جمال دعيبس وعددا من الأباء الكهنة، كما كان في استقباله بالكاريتاس السيد وائل سليمان المدير العام لجمعية الكاريتاس الأردنية. وقد جرى خلال اللقاءين بحث سبل دعم الحكومة الهنغارية لمجمل الأنشطة الخيرية التي تقوم بها كل من المطرانية والكاريتاس في مختلف المجالات.